من يتابع التسجيلات في ملف البواخر يدرك وجود حديث طاغٍ عن حركة أموال بين رالف فيصل ممثل شركة كارادينيز في لبنان وفاضل رعد وأحمد الصفدي، من دون معرفة إن كانت هذه الأموال لقاء خدمة رسمية أو شيء آخر يتعلق بسمسرة وعمولات مثلاً. مليوني دولار هو الرقم الذي يظهر في هذا التسجيل. قد يكون رقم المليوني دولار مجرد مقدمة لا أكثر. في التسجيل التالي يوثق شرح رالف فيصل وفاضل رعد لعملهما من خلال خلق شركة خارج لبنان وبأسماء غير مرتبطة بهما. لحتى عم تخلق شركة جديدة بتحطها بزيمبابوي ما بعرف ما عندي شركة اوف شور حتى لبنان او تصير لبنان تصير لبنان ولا حساب على لبنان لا حول لك اياها حساب برا مش محل اتفق انا وياك انت لو بتحط شركة اوف شور انا مشكلة عندي وحدة ورا وهي رح نترك الاسمين وانا شركة لا رح تكون لا رالف ولا حدا ولا رح شركة تانية وهيدا بتصير ترانزاكشنز معهم، يعني بدنا نكون نعملها ووتر بروف ما حدا يقدر اوكي 100% بس اعطيني لصالحنا وصالحك هلا بالنسبة للبيلت هلا شفت هيدي الامور انا يعني شفت لك انا كانت هيدي ضربات اللي بعمل لك اياها هلا البيلت ما قلت هلا شو بدي تعطيك مكان هنا أخذ ورد حول الدفع ورالف فيصل يقول لفاضل رعد اتفاقنا واضح بدفع لك لما بقبض حكيت أنا وياك وأنا كنت هيك أنا وياك بس حكيت أنا وياك بس حكينا على رحمة كل شيء والنقصة قلت لها once I get paid واضح كنت حد شو بدك بالكتة once I get paid you will get the money هيدا حتى شفهيا قلت لك وهنا تسجيلات أخرى تؤكد قبض فاضل رعد للأموال بعد قلت لك أنا ما بعرف أنت بتعرف هاي قصة النفط عالم آخر كيف عملوا فينا؟ إجت لأسيدتي 16% هناك حريمنا 16% إجت لأسيدتي بهذيك الشركة اللي ما عرفت روّل بالك علي أنا مش نسيت أنا ما أنت قبضت أنا مش فايت ليرة رالف أنا مش مش حسيت منك نسيني أنا قلت لك أنا وياك واحد أنا وياك واحد ماشي بفهم أنا وياك واحد ماشي ماشي يا بننجح سوا يا بنطقم سوا 100% هلا وأنا على حتى أبين حزني ولك أمل شيء جيت ما قلت لك انا اول وحده 100,000 لا انا تبع عندك انه انا بعد ما في شيء صح جيت قلت لك ثانك يو على كل شيء صح بس لحتى تصدقوني جيت بس دفعوا الادفانس قلت لك 15 يوم انا رح اعمل لك دفعه كبيره مرقنا شفتهم كيف جاي اخر ريسك عم برجو عم بش عملها وهلا جاي شو سافرت اربع ايام سافرت اربع ايام ما ثلاث ايام كانوا صدقني لموضوع فاضي ثلاث ايام لموضوع فاضي وبيجي بيقول السفير قاعد هونيك ما العلاقة التي تربط رالف فيصل بفاضل رعد وأحمد الصفدي؟ بحسب ما توحي التسجيلات فاضل رعد مقرب من وزارة المال في حينها أي في عهد محمد الصفدي أما أحمد الصفدي فهو ابن شقيق الوزير محمد الصفدي ولكن المفارقة أن رالف فيصل يشكو عرقلة وزارة المال له شرط في عندهم شغلات هو معه خبر في راسه بدهم حسب الكونترا بس يسهلونا إياها ماشي مش عم بطلب منهم زيادة بس انه ما ناكلش عليها بميزات ماليه. ليش عم يكون العمل؟ هلا ما نحن اصلا لازم نكون معفيين من الضرايب، معفيين من الجمرك. هلا الضريبه دفعوا لنا ضريبه شو اسمها؟ وفي قصه انه ادخال مؤقت للباخره وكيف يرجعوا يطلعوها باسم مين وهل يعني امر بتعرف انت الجمرك، الجمرك بتحصلته. هل ثمة من عرقل عن عمد عمل الشركة التركية لاستجلاب السمسرات؟ سؤال مطروح وإن كان يبقى في إطار التحليل لكن الأكيد أن كل هذا المسار دفع بأرهان كارادينيز صاحب الشركة التركية إلى وصف لبنان بالمزرعة شو رأيه أرهان هذا؟ هداء؟ هداء؟ قال لي رب ما حدا قاعد أنا وفتح أنا ما بيشوف أنا ما ويا لحالنا قال لي شو
شو اي 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 مزرعه هون؟ اي مزرعه هون؟ مزرعه العالم بدها كهرباء وبرقيه باخر بتوقف 15 يوم باخر 15 يوم باخر كيف يوم برضه خولها وبيخضخوا اي ما فتحوا اعتماد ساعه بيقولوا له ما دفعوا قبل ساعه بيقولوا له انه ما بعرف حدو. في كل التسجيلات السابقة التي ذكر فيها دفع أموال لم يأتي أحد على ذكر اسم جبران باسيل أو ندى البستاني ولو لمرة واحدة، فعلى أي أساس لا يزال البعض مصراً على زج اسميهما في هذا الملف؟ على أي حال، مزيد من التسجيلات ومعها مزيد من الحقائق في نشراتنا اللاحقة.